الرواتب ستستمر، الرعاية الاجتماعية، البطاقة التموينية، لكن البطاقة التموينية بأسعار 21 وليست بأسعار 23. لا نعلم يعني مستوى الأسعار العالمية لكي يتم وضع تخصيصات للحد الأعلى. يعني تقصد البطاقة التموينية إيش قد انطينا فلوس كل 21 إلها يتكرر. نفس الأموال الطالة سواء صاعدة نازلة ما لها علاقة، بس الكمية ممكن أن تتقل أو تزيد بحسب الأسعار. نعم بحسب الأسعار، وهذا طبعا يؤثر على حياة العراقيين. وهذا هذا يشمل مثلا أوكي بطاقة تموينية ضرورية، بطاقة تموينية الرواتب قصوى، يعني الحكومة بس أنا مثلا احنا فايتين إلى سنة جديدة. نعم. صرفنا على سبيل المثال على أشياء ضرورية مثلا الأدوية. نعم الأدوية الـ 21 صرفنا عليها كذا، قيمة الأدوية تقدر تستمر مستلزمات سلعية.